السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. أولا أحييك قيمتي الكريمة وأحيي قناة النبأ على هذه اللفتة الكريمة منكم. 28 مايو طبعا لفتة في جرح عميقة، ولكن تظل ملحمة من ملاحم النضال الوطني في تبان ثورة 17 فبراير. كان نتيجتها إعدام 13 شاب من خير شباب الوليد. للأسف عليه أيدي يعني عوام النظام السابق من نفس المنطقة من أهل بن وليد، يعني جرح عميق، ولكن قضايا البلد والأمة تحتاج تضحيات كبيرة. يعني هؤلاء العظام طبعا والأبطال أسأل الله أن يتقبلهم الشهداء، هم على قدر هذه المسؤولية. يعني طيب سيد طارق، هناك هناك مصالحات تحدث بين الحين والآخر هنا وهناك في عدة مدن ليبية، كيف تنظرون هذه المصالحات؟ وأيضا هل ممكن أن تنجح في ظل ما أنتم تعيشونه الآن وأنتم خاصة أنكم مهجرين؟ للأسف سيدتي الكريمة، أحب أن أنوه إلى أن مصطلح المصالحة أصبح مصطلح للمتاجرة للأسف في المسرح السياسي الليبي. إجمالا لا أحد أعتقد أنه يرفض المصالحة، يعني إجمالا في كل المقاييس، ولكن المصالح تحتاج إلى عدالة انتقالية، وتحتاج إلى يعني شروط لتطبيقها. أعتقد أن لحظة الفضفاض المصالحة أصبح من المتاجرة أكثر من هو يعني أصبح قولة حق راد بها باطل. فلا أحد يعترض على المصالحة عندما تكون على أساس العدالة وعلى أساس القانون وعلى أساس اكتفاء الحقوق، ولكن هذا المصطلح للأسف أصبح فضفاض، أصبح مسوق في غير محله، يعني أصبح يتاجر به أكثر مثل ما يتاجر الآن بالمهجرين ويتاجر بالقضايا الأخرى للأسف الثانية. أسأل الله أن يهدي البلاد والعباد. طيب لماذا ما زلتم أنتم يعني مهجرين حتى الآن برغم أنتم من وقع عليكم الظلم يا سيد طارق؟ هذه ممكن تكون ضريبة عامة الآن نلاحظها في كل ليبيا للأسف، هي ابتدت بأهالي ثوار بن وليد، ولكن للأسف هذا الكلام الآن لم يصبح استثناء. يعني نلاحظ معظم الثوار في ليبيا في شتى المناطق أصبحوا مهجرين، يعني معظمهم الآن أصبح العاصمة طرابلس، من درنا إلى بنغازي أصبراتها إلى مناطق الجبل إلى هذه. في فترة سابقة كانت شاذة، ولكن الآن منطقة ليس استثناء، يعني معظم الثوار الآن خارج منهم. يعني الحل الوحيد أعتقد الآن يجب أن يكون هو إرساء دولة الدستور، يعني هذا ما نتمناه وهذا ما نطالب به بقوة، أن تسرع الجهات المسؤولة في تبني الدستور في ليبيا. أعتقد أن هذا بداية الطريق الصحيح، يعني قرار الدستور تسير عليه الأمة الليبية، وبالتالي تسن القوانين وتفعل يفعل القضاء، يفعل اللجنه الضبطيه والشرطيه، لا يستثنى احد. جريمه سواء وقعت ما بعد 17 فبراير او ما قبلها. نعم. جريمه يعني. نعم السيطرة. هذا ما نتمناه، يعني نتمنى تفعيل يعني اقرار الدستور، واقرار القوانين وتفعيلها. نعم سيد طارق، أنتم كعائلات مهجرة كيف تبدو أوضاعكم يعني خارج مدينتكم وأنتم مهجرين؟ ما هو مصيركم؟ يعني كيف تتعايشون وأنتم خارج مدينتكم وأنتم يعني مهجرين قصرا؟ نعم، أوضاع الأسر طبعا مختلفة، هناك تفاوت بين الوضع المعيشي للأسر طبعا. بعض منها جزء منها كبير استقر خارج البلد بحكم الظروف، استقر في طرابلس وغير طرابلس، في طبراتها في طرابلس في الزاوية،
في مدن أخرى في حمص في حمص. بعض الآخر يعني مجبر إن هو يرجع تحت وطأة الضغط المعيشي، فرجع يعني مكسورا يعني. جزء آخر يعني ما بين طرابلس وبنوليد مثلا، والله ما بين بنوليد ومناطق أخرى، الناس تعاني في المعيشة هذه العامة، ولكن نعم أسأل الله أن يهني النفوس يعني. نعم نعم، أحد ثوار بن وليد سيد طارق حدود، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.